جميع الاماكن، فكنا غنكونوا في كارثه بيئيه. ولكن الحمد لله الان تيبقى لي خصنا اساسي. انا ملي تيطلق لنا شي سؤال في المدينه تيقول لك مدينتنا ما فيهاش، ما عندناش المنتزهات، ما عندناش، تنقول خصنا الحمد لله. علاش؟ انا نقدر خمسة دقائق راني في الغابه ديال المعموره هذه الفوقانيه، خمسة دقائق راني في المنتزه، خمسة دقائق راني في البحر، يعني ما عندناش مشكل. ولكن هذا ما تيخليش المسؤوليه ديالنا كمجلس على اننا الفضاءات والمنتزهات تكون حاضره عندنا داخل المدينه باش ما نبقاوش في المدينه الاسمنتيه 100%. وهذا الشيء في هذا وسط المدن المنتخبون وممثلي المجتمع المدني وكذلك الاعلاميين واطر الجماهير. النقطة الرابعة وتتعلق بالتعمير والسكنة. حينما نتحدث عن التعمير والسكنة فهذا القطاع هذا إلى سيماكي عندنا، عندنا هذا القطاع هذا مهم بزاف. علاش؟ لأن لاجونسي الوكالة الحضرية ولا الناس اللي ساهرين على التعمير خصهم يراعيوا بعض الأمور في هادشي ديال التراخيص وفي هادشي ديال 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 البني، لان اكيد اكيد بان ما نشوفوش من المنظور ديالنا بان المدينه خصنا غير نعطي الرخصه سير تبني سير تبني. بالعكس، خصنا اولا نراعيو الجماليه ديال هاد البني اللي تيبنيو. علاش؟ دابا مثلا تنمشيو للدول الاوروبيه تنشوفو غير الواجهات ديال دوت البيوت، راه هما ديور ديور، ولكن علاش الواجهات ديالهم زوينه وحنا الواجهات ديالنا بعض المرات تلقى هذا الشيء ما عينك ما ترتاحلوش، علما ان الجماليه ديال الواجهات ديال البنايات ديالنا مهمه بزاف. علاش؟ تنخلينا حتى ترتاحوا حنا، ما تنبقاوش نشوفوا ذوك الاقفاص او ذاك البناء العمودي بداك الشكل النشير في الشراجم ولا شيء. ما حتى الزائر لمدينتنا تيقول هاد الناس ما متحضرينش بشكل كبير، وبالتالي حنا تنتحملوا المسؤوليه وخصنا نخلقوا اننا من نعطيو البلان ديال شي اداره سينمائيه نعطيوه يعني نوضعوا شي واجهات تكون في المستوى على الاقل من الناحيه الجماليه. عبد العزيز دندن مؤطر ورشة ديال تقنيات واليات تشخيص تشاركي فيما يتعلق ببرنامج عمل الجماعة. كنمثل اليوم المعهد الدولي للحكامة في هذه الورشة التكوينية للهدف. هذه الورشة الهدف ديالها هو التمكن من المفاهيم والأدوات المرتبطة بإعداد برنامج عمل الجماعة بالنسبة لمختلف المتدخلين، سواء تعلق الأمر بالمنتخبين أو هيئات المجتمع المدني أو أطر وموظفي العمالة أو حتى أيضا البادرة محمودة اللي قام بها المجلس الجماعي ديال مدينة تمارا، هما رجال الأعمال رجال الإعلام عفوا اللي حاضرين معنا اليوم في هذه الدورة التكوينية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات المشاركين والهيئات المعنية بإعداد برنامج عمل جماعة في مجال تقنيات وآليات تشخيص الترابط التشاركي والتمكن من آليات التسلسل المنطقي لإعداد برنامج عمل الجماعة. كما كيعرف الجميع فبرنامج عمل الجماعة هو منصوص عليه في الدستور وأيضا في النصوص التنظيمية ديال الجماعات الترابية القانون 113/14 بالإضافة إلى المرسوم 1/12/306 ولكي يحث ضرورة إشراك جميع الفاعلين والمتدخلين من مواطنين من مجتمع مدني من فاعلين اقتصاديين أو غيرهم في إعداد برنامج عمل الجماعة اللي خاصو يكون كيستجيب للحاجيات والتطلعات الحقيقية للساكنة وتياخذ بعين الاعتبار الأولويات المعبرة عنها في إطار الاختصاصات الذاتية للجماعة ديال تمارا. ونتمنى أن هذا برنامج عمل إعداد جماعة ديال تمارا اللي غيمر في مسار تشاوري وتشاركي تحت إشراف رئيس مجلس الجماعة وأيضا مع المعهد الدولي للحكمة باش يكون برنامج عمل يستجيب للحاجيات والتطلعات ديال الساكنة ويكون أيضا قفزة نوعية لمدينة تمارا. وشكرا.